من مطاردة القراصنة إلى حراسة السكك الحديدية وحماية مستودعات الوقود وغيرها من المهام، شركات الأمن الصينية الخاصة تجد لها موطئ قدم في إفريقيا وآسيا، ويتزايد دورها وحضورها بشكل لافت في السنوات الأخيرة لتؤكد على اتساع الوجود الصيني في العالم. تقارير أمريكية تشير إلى أن تزايد عدد شركات الأمن الصينية في البلدان النامية خاصة مرده إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مشروع قيمته تريليون دولار يهدف إلى ربط بكين بالأسواق في جميع أنحاء العالم. ويشير المصدر ذاته إلى أن تلك الشركات يمكنها الدفاع عن المصالح الاقتصادية الصينية، بينما تسمح لبكين بتجنب المخاطر المادية، لكن خطورتها تكمن في كونها قد توفر أيضا غطاء للأشخاص الذين لهم صلات بالجريمة المنظمة لإدارة شركات مسلحة في بلد مضيف. تلك الشركات لا يقتصر دورها على حماية مصالح الصين في الخارج، بل تحمي أيضا مصالح الدول المستضيفة. فمثلا في جنوب إفريقيا توجد هناك قرابة 2000 شركة، ووفقا لجمعية صناعة الأمن الخاصة في البلاد كان هناك ارتفاع في استخدام الشركات الأمنية الخاصة لمعالجة الثغرات الأمنية التي لا تستطيع الحكومات الضعيفة سدها. تسليط الضوء على قوات الأمن الصينية جاء في خضم صعود مجموعة فاغنر الروسية وتساؤلات عما إذا كانت بكين ستسير على النهج نفسه للشركات العسكرية الروسية الخاصة مثل فاغنر. على أوجه الشبه تتميز النسختان الروسية والصينية لقوات الأمن الخاصة بعلاقات غامضة مع جيوش دولهما ومهمة سرية وعلاقة في الأماكن التي تمارس فيها حكوماتها نفوذاً. أما عن أوجه الاختلاف بين النسختين وهي كثيرة، تقول تقارير إعلامية إنه على عكس مجموعة فاغنر تم توجيه التركيز الرئيسي للشركات الأمنية الخاصة الصينية في البلدان الإفريقية نحو توفير الدعم الأمني للشركات الصينية المملوكة للدولة في المنطقة والاستفادة من القوات الشبه العسكرية والميليشيات المحلية. بعبارة أخرى، هدفها الأساسي هو تقوية المؤسسات الاقتصادية في المنطقة بدلا من القيام بعمليات عسكرية على غرار مجموعة فاغنر. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الدكتور عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيد العروسي. هناك من يقول إن الحاجة إلى حماية المصالح الصينية ضمن مسار الحزام والطريق تدفع بالصين إلى إنشاء مثل هذه الشركات الأمنية التي يقدر عددها بالآلاف. هل هذا المبرر يبدو مقنعا أم أن هناك أسبابا أخرى؟ حقيقة أن الادعاء بأن هذه الشركات شركات الأمن الخاصة ربما تسهر على حماية المصالح الصينية، منها بداية بالمشروع الضخم المتعلق بالحزام والطريق، حزام الحرير والطريق، منها أيضا مشاريع للبنية التحتية في إفريقيا، في أهم الدول الإفريقية، في زيمبابوي، في كينيا، في السودان، في جنوب السودان، في العديد، في مالي كذلك، في العديد من الدول يعني إفريقيا الوسطى، كدولة إفريقيا الوسطى كذلك. هذا التمركز القوي لهذه الجماعات أو جماعات الأمن الخاصة، أو ربما تسمى بالشبه العسكرية، أو ربما تسمى بالأجهزة الخاصة للأمن، ومن أشهرها بطبيعة الحال نتحدث عن بيجين ديوي سيكوريتي سيرفيس، وهذه من أشهر الشركات الخاصة الصينية المتواجدة في إفريقيا، يقدر عددها أزيد من 2000 يعني مقاتل أو حارس أمن. بالتالي فأعتقد أن الغطاء هو غطاء ربما يبدو أنه لحماية المصالح، لكن لا ننسى أن الغطاء السياسي أو ربما الدوافع السياسية والجيوسياسية حاضرة بقوة، خاصة إذا ما يعني علمنا حقيقة التنافس الصيني مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التدافع يجعل أن هذه الشركات ليس لها فقط دور خاص للأمن الخاص أو حماية الشركات أو الأفراد في هذه المناطق في إفريقيا وآسيا، لكن يتجاوز دورها دور الدفاع إلى دور آخر، هو تأكيد الهيمنة أو البحث عن التشاينيز ريليفنس، يعني السيادة والنفوذ الصيني في هذه المناطق، خاصة أن الكونتراكترز المتعاقدين إذا عرفنا حقيقة أنه ليس قطاع خاص بالكامل، خاصة أن هؤلاء المتعاقدين يتعاقدون شهادة الشركات التي تتجاوز 5000 وربما 20% منها فقط التي تنشط في آسيا وإفريقيا،
هي يعني مرتبطة طيب عند هذه بالحكومة الصينية الأرقام يعني وبالأجهزة الرسمية الصينية. تشير التقديرات إلى ما يصل من 20 إلى 40 شركة في حوالي 40 دولة، والعدد الكلي يتجاوز 5000 كما ذكرت. أليس هذا عددا كبيرا ربما أو مبالغا فيه؟ حقيقة هو هذا العدد ضخم ويتجاوز منطق الحماية أو الدفاع عن المصالح الصينية أو مجرد حماية البنيات التحتية. فهذه الحقيقة تكشف أولا عن الرغبة الصينية في التواجد في هذه المناطق من خلال بوابة غير مباشرة. وحينما نقول بوابة غير مباشرة أو أقل حدة مما يبدو على شركة فاغنر مثلا الروسية التي لها أدوار سياسية، بل تكاد تنافس الجيش أو الجيوش العالمية. فبالنسبة للشركات الصينية للأمن هي فقط لا يمكن لها حيازة بعض الأسلحة النوعية، بل في القانون الصيني يمنع عليها من استخدام الأسلحة. لكن على كل حال هناك العديد من التجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات الخاصة في الدول الإفريقية. سمعنا بما حصل في زيمبابوي من يعني مقتل يعني شخصيات سياسية يعني من زيمبابوي على يد قوات خاصه، قوات الشركات الصينيه الخاصه. وكذلك سمعنا في مالي كذلك بالعديد من التجاوزات، مما يكشف حقيقه انها هي لا ترقى الى مستوى العسكره او الامننه المتعلقه بالشركات الضخمه. طيب هناك من يقول ان خطوره هذه الشركات تقوم بنفس الادوار تكمن في وتطبق نفس انها السياسات والتركيز. تستخدم لأغراض ربما غير قانونية لا تستطيع أن تتحمل الدول كلفتها القانونية والسياسية، وبالتالي تحيل هذه المهام إلى هذه الشركات من هذا النوع لكي لا تتحمل المسؤولية. إلى أي مدى يعني يبدو هذا الزعم صحيحا؟ بالتأكيد أن حتى لما نتحدث عن قوات فاغنر ودورها في إفريقيا، دورها في آسيا، دورها أيضا في الحرب الروسية الأوكرانية، فما تقوم به موسكو أنها كانت تتملص من هذه المسؤوليات أو ربما لا تتحمل هذه المسؤولية، لأن المتابعة القانونية والقضائية ويعني لا ربما يعني تكاد تشكل عبئا ثقيلا على الدول وعلى الكيانات الدولية. وبالتالي فالاعتماد أو بشكل غير مباشر على هذه القوات هو يحقق أهداف كثيرة وربما تسمى بالحرب بالوكالة. نتذكر أيضا ما حصل بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع البلاك ووتر، وتجربة كانت بطبيعة الحال مريرة في العراق. فاغنر كذلك هي نموذج لما يحصل بالرغم من الاختلاف الآن الذي حصل في الآونة الأخيرة مع موسكو. إذا أعتقد أن دائما تمرير التصرفات الغير القانونية أو الغير متطابقة مع الشرعية الدولية للشركات الأمن الخاصة هو يتواءم مع استراتيجية تنفيذ الحروب بالوكالة، وهذا ما نراه من خلال نعم طيب يعني هل نحن أمام نوع جديد من الحروب أو نوع جديد من التدخل العسكري في الدول لا سيما الدول النامية كما لاحظنا من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا والآن من الصين؟ بالتأكيد كما قلنا هذا نوع من الحروب. حينما نتحدث عن الجيل الخامس من الحروب، فهذا الجيل الخامس لا يتجاوز منطقة المواجهة المباشرة. نحن نتجاوز يعني ما يسمى ودخلنا في ما يسمى في منطق الحروب الممتدة، يعني الحروب الممتدة بمعنى الحروب الغير المتناهية. هذه الحروب الممتدة، وهذا مفهوم طبعا رائج جدا في الحروب والخلافات والنزاعات الحدودية والنزاعات الحديثة، تكون فيها يشكل فيها الطرف الرئيسي بعض الأطياف، الميليشيات العسكرية، الطوائف العسكرية، كذلك الجماعات الإرهابية، توظيف بعض الجماعات الإرهابية لإحداث التغيير دون تورط الدول. وجدنا كيف أن مثلا الدول الكبرى تدعم مجموعة من الجماعات في العراق، الحشد الشعبي، في كذلك ميليشيا حزب الله في لبنان، نعم، إلى غير ذلك من الميليشيات. كذلك أشكرك. إيران توظف الميليشيات، يعني نتحدث عن يعني هذا الدور تقوم به هذه الميليشيات وهذه الجماعات حتى تستطيع الدول تجاوز سقف المسؤولية وعدم تحمل المسؤولية الدولية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عصام العروسي، مدير عام مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية من الرباط، شكرا جزيلا لك.